السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أنا بغيت أعمل فايل سنتر للبيم ويكون كله مهندس يشغل الفايل، ولكن عندي مشكلة مين يعمل الأرضية ومين يعمل الدرج والأعمدة، المعماري ولا الإنشائي، وشنو الفرد اللي يمشوا عليه، نحترم تخشيب المعمار والإنشائي ولا كل واحد ليفل لحاله؟ طيب بداية لو احنا بنبدأ نعمل مشروع، لو المشروع صغير خالص ممكن نعمله كله على نفس الفايل، معماري وإنشائي وكهروميكانيكال، ونتحكم في الشغل من خلال الورك سيت، يبقى في ورك سيت المعماري غير الورك سيت بتاع الانشائي. طيب لو المشروع كبير شويه بنبدا نقسمه، ممكن نقسم المعماري نفسه لاكثر من فايل والانشائي لاكثر من فايل حسب حجم المشروع. بالنسبه مثلا للارضيه، زي ما بيحصل في موقع بتلاقي الانشائي مثلا بداوا يصبوا الخرسانه للدور كله، وبعد كده بنبدا نحط الحوائط، وبعد كده كل غرفة بيبقى ليها الفينش بتاعتها او البلاطة بتاعتها او هكذا. فدي نفس الحاجة هتعملها برضو في الشغل بتاعك. الانشائي ممكن يبقى للدور كله، ما عنده طبعا الفتحات بتاعت السلالم والاسانسيرات وهكذا، وممكن تبقى في مثلا في غرفة الانشائي نازل شوية زي مثلا الحمامات او حاجات زي كده، وبعد كده بتبدأ تعمل كل غرفة من جوه، يعني ما بتخليش الفينش دوت يوصل لحد الحيطة. والكلام ده شرحناه بالتفصيل في فيديو في سلسله ورشه عمل للريفت، في فيديو خاص اسمه التفاصيل، شرحنا ازاي تعمل التفاصيل ديت والحاجات ديت. وكل واحد طبعا بيشتغل على الحاجه بتاعته، يعني المعماري بيعمل العمدة المعماريه، الانشائي بيعمل العمدة الانشائيه، في بعض الاوقات المهندس المعماري بيحط العمدة الانشائيه في اول مشروع كاماكن بدون سايز، يعني هو بيقول له ايه انا عايزك تبقى مثلا هنا وهنا وما تجيش في المكان دوت، لان انت هتسد لي مثلا شباك او هتسد باب او هتبوظ شكل الرؤيه. فالانشائي بيبدا ياخد العماده دي ويبدا يحدد المقاسات مظبوطه، والمعماري يلغاها من عنده تبقى موجوده عند الانشائي، والمعماري يسحبها لينك. والليفلات انت ممكن تعمل ليفلات مثلا تحت المعماري، والانشائي يعمل ليفلات خاصه بيه ويربطها مثلا ان دي مرتبطه اوطى من دي مثلا ب 100 سنتي ب 100 ملي حاجه زي كده، يعني بيبقى فيه اتفاق على طريقه الشغل.